مساء الخير يا حلوين، كيف حالكم؟ يسعد مساكم المهندس سايد فرح، هندسة العضلات. وبدنا اليوم نحكي على حلول للمشاكل اللي بتكون مع الكيتو، شغلة خسارة الجسم للامتلاء العضلي والمياه، ومعها بتكون طبعا الالكترولايتس الأملاح. ولقيت لكم حل للموضوع اللي هو من خلال استخدام مادة الجليسيرول ما قبل التمرين، وإن شاء الله فيديو مستقبلي بشرح لكم شرح مطول عن السبب. وبعد التمرين نستخدم شوية جلوكوز، وكمان بشرح لكم الكميات. فحبيت أسلم عليكم ويعطيكم العافية. اشترك بالقناة، حط فولو على الفيسبوك، شغل الجرس، اعمل كل إشي، وشارك الفيديو مع أصدقائك عشان تقدر تشارك معنا في هاي الحرب. هي فعليا مش حملة، هي حرب ضد مصنعين الأغذية اللي هم بحطوا اللي قاعدين بيبيعوكم مواد تسبب الإدمان، أهمها السكر. وحكيت لكم فيديوهات سابقة ورح نضل نعيد ونزيد عن مضار الفركتوز والسكر، وأنه هي سبب مسبب جميع أمراض العصر. يعطيكم العافية، سعيد فرح، هندسة العضلات.